Alors, je vous débat de l'application. Quadripole en T. Je vais donner le calcul. D'abord, je vais double l'interprétation physique. Alors, quadripole, donc, un de l'entrée d'ILO, différence de potentiel V1, la sortie d'ILO, différence de potentiel V2. On a le courant d'entrée I1, on a le courant de sortie I2, ou bien sûr, on a le courant de I1 plus I2. On a l'impédance Z1, on a l'impédance Z2, ou on a l'impédance Z3. Alors, l'impédance Z, Z11, Z12, Z21, Z22. لقينا Z11 شحال؟ لقينا هي Z1 plus Z3. ما لقيناها هنا بالكالكول، دابا حنا بغينا نلقاهم بلانتربريتاسيون فيزيك. بالكالكول هادشي اللي لقينا بالكالكول. عارفين؟ لقينا هنا Z1 plus Z3. ولقينا هادو متساويين، شحال كيساويو كنا لقيناهم؟ كنا لقيناهم كيساوي كومبيان كنا لقيناهم كيساوي زيد 3 زيد 3 زيد 3 دونك لقينا بان كان قلنا ريسيبروك زيد 21 لقيناها كتساوي زيد 12 لقيناها كتساوي زيد 3 ولكن زيد 22 كنا لقيناها كتساوي زيد 2 زائد زد 3 قلنا باش يكون سيمتريك خاص تكون زد 1 كتساوي زد 2 باش تولي زد 11 تساوي زد 22 صافي دابا حنا هاد لي بارامتر اللي جبدنا نقولها بالكالكول بغينا نجبدوهم بلا انتربريتاسيون فيزيك يلاه نبداو شنو هي زد 1 قلنا قبيله هي في 1 على اي 1 ملي غتكون اي 2 ايكال زيرو هاي قلنا قبيله هادي العلاقه اللي كنا خرجنا لها قبيله شحال زد 1 هي في 1 على اي 1 ملي غتكون اي 2 ايكال زيرو هاي زد 1 هي في 1 على اي 1 ملي غتكون اي 2 ايكال زيرو الوغ ما معنى اي 2 ايكال زيرو غنجي دابا ندير هنايا ما معنى اي 2 ايكال زيرو يعني هنا غتولي ايكال زيرو بمعنى اخر غيولي هذا بمعنى غيولي شحال هنايا غتولي اي 1 زائد زيرو دونك غتولي هنا فقط اي 1 خدم دابا الوضع معايا صافقين شنو الطونطو اللي غيولي عندي هنايا أنا عندي فقط طونسيون هو زيد 3 فوق اي 1 ماشي زيد 3 فوق اي 1 زائد اي 2 حيت اي 2 صافي راه تعتبر سو ايكال زيرو دابا ندير الواد ماين خاصكم تفهموا الانتربريتاسيون كيفاش دابا غنلقاها صافي الوغ دابا مشيت من هنايا دونك طونسيون الاولى هي زيد 3 اي 1 ماشي زيد 3 في اي 1 زائد اي 2 اي 2 صافي ولات ايكال زيرو حيت صافي حيت انا باغي دابا كنقلب على زيد 11 باش نقلب على زيد 11 دونك ماشي زيد 11 l'impédance V de l'entrée ou bien l'impédance d'entrée en laissant le secondaire du quadripole à vide. Mais maintenant, on a I2 égale à 0. Même maintenant, I2 égale à 0. Il y a le courant qui est réalisé là et il y a juste I1. I2 ça fait M7 égale à 0. Mais maintenant, on a le circuit qui est réalisé là. Je vais vous montrer comment vous avez dit. Je vais vous montrer. Mais maintenant, on a le circuit qui est réalisé là. Je vais vous montrer. بمعنى اخر بالنسبه لي السيركوي يقدر يولي بحال هكا صافي هذا الشيء كامل حيدته مشى حيت اي 2 ايكال زيرو بمعنى اخر غيولي عندي هنا شحال هنا كانت اي 1 وهنا غتنزل اي 1 هذا هو السيركوي ولا بحال هكا السيركوي ديالي صافي لا فورشي نيكليجيزا ولات عندي هنا زيد 1 ولات عندي هنا زيد 3 الواد مايل وهنا بيان سور عندي في 1 الواد مايل طونسيون اللي كاين هنا شنو هو زيد 3 اي 1 شنو الطونسيون اللي كاين هنايا الطونسيون اللي كاين هنايا هي زيد 1 اي 1 دابا ندير الواد مايل غتعطيني شحال زيد 3 اي 1 مشيت في هذا الاتجاه زائد زيد 1 اي 1 ناقص في 1 ايكال زيرو دونك هنا غنعمل بي 1 غتبقى لي هنايا زيد 1 بلوس زيد 3 وهاد في 1 غنجيبها للجهه هادي غتبقى عندي هنا في 1 دونك V1 على I1 هي شنو هي؟ هي Z1 بلوس Z3 وشنو هي V1 على I1؟ هي Z11 دونك شحال لقينا Z11؟
لقينا هي زائد ان زائد ان زائد زائد 3، لقيتها بالانتربريتاسيون فيزيك وبالحساب لقينا عاوتاني هي زائد ان زائد زائد 3. نفس العمليه غنخدمو هنا وغنخدمو هنا، هنا تجبتو بالكالكول، دابا كنجبد بالانتربريتاسيون فيزيك بلي سيركوي. عفوا نشوفو دابا زائد 22، دابا خدمت هادي ياك، باش نخدم دابا انا هادي هادو راه بحال بحال. شناهي دابا زائد 22؟ زد 22 قلنا شناهي؟ قلنا هي في 2 على اي 2 ملي غتكون اي 1 اي غراد، راه ما حافظوش انا اش راني كنتفقين، راني هي ملي كواسون كنجبدو. زد 22 هي في 2 فنايا، هي فين هي 2 هاي، هي في 2 على اي 2 ملي غتكون اي 1 اي غراد 0. تفقين خاصني نلقى شحال كتساوي ليا، خاصني نلقاها هي في 2 زائد زائد 3. هادشي كنا لقيناه بالكالكول، لقيناه هي زائد 2 زائد زائد 3، هي لقيناه هي زائد 2 زائد زائد 3، خاصنا نلقاها دابا بالانتربريتاسيون فيزيك. الوغ لو سيركوي في الاول كيفاش كندير؟ كندير بحال هكا اون تي، كانت عندي هنايا في 1 وكانت عندي هنايا في 2، كانت عندي هنا زائد 1، كانت عندي هنا زائد 2، وكانت عندي هنا زائد 3. كان عندي هنا اي 1، دابا اي 1 راه ولا ايكال زيرو، وكانت عندي هنا اي 2، وهنا كانوا كيدخلوا جوج، كانت كتدخل اي 1 زائد اي 2، دابا اي 1 ولا ايكال زيرو صافي طار من هنا، بمعنى اخر هنا ولا عندي فقط اي 2 اللي بقى عندي، بمعنى اخر هاد السيركوي نقدر نبسطو كثر، نقدر نردو على هاد الشكل، دابا اي 1 ايكال زيرو نقدر هادشي كامل نحيدو، نبقى ديما ندير بيه، راه تما ما كاين والو، ما عندي حتى فائده، لو سيركوي يقدر يولي بحال هكا. تولي عندي هنايا زيد 3، وتولي عندي هنايا اي 2، وتولي عندي هنا في 2، هنا عندي زيد 2 ياك، وهنا راه كاين اي 2. صافي دابا اي 2 ريجيمان هنا، بويسكو اي 1 ايكال زيرو دونك اي 2 كلو غيدفق هنايا. دابا الواد مايل شون طونسون اللي كاين هنايا هو زيد 2 اي 2، شون طونسون اللي كاين هنايا هو زائد 3 اي 2. الواد مايل داكشي ساهل صعيب، الواد مايل ماشي دابا في هاد السونس، غتبقى عندي هنا في 2 ناقص زائد 2 اي 2 ناقص هاد 3، هادي 3 مكنعرفش نكتبها، ناقص زائد 3 اي 2، غنمشي في هاد هادشي كامل ايكالا كومبيان ايكالا زيرو. الوغ جو ريبيت مشيت في هاد السونس، انت مشيت مع هذا مشيت دونك زائد في 2 تعاكس مع هذا دونك ناقص في 2 تعاكس مع هذا دونك ناقص زائد 3 اي 2، دونك في 2 غنخليها في بلاصتها وهادو غنديهم للجهة الاخرى، غتبقى عندي هنا شحال؟ غتبقى عندي زائد 2 اي 2 بلوس زائد 3 اي 2. دابا غنعمل باش باي 2، غتبقى عندي هنا زائد 2 بلوس زائد 3 صافين. الوغ دابا شنو هي في 2؟ في 2 على اي 2 هي زيد 2 بلس زيد 3، وراه شي اللي قلنا قبيله بالكالكول صافين. بيان سور ملي غتكون اي 1 ايكال زيرو راه كاينه اون كونديسيون، وهذه شنو نكتب ها هي كنا لقيناها عاوتاني هنا، هي كنا لقيناها هي زيد 2 بلس زيد 3 صافين. وشنو قلنا هنا لا كونديسيون اللي كنا هضرنا عليها شنو هي هنايا؟ هادي شنو سميناها؟ سميناها لامبيدونس دو سورتي او بيان لامبيدونس في دو سورتي ديال الكوادريبول ملي غيكون لونطري ديال الكوادريبول اون سيركوي اوفير، هادي السميه ديالها، اولا كاين اللي كيسميها لامبيدونس دو سورتي وكاين اوت نايت صافي. بقات لي دابا زيد 12 وبقات لي زيد 21، حنا بالكالكول بينا بان زيد 12 كتساوي زيد 21 تساوي زيد 3. دابا حنا خاصنا نلقاهم بلانتربريتاسيون فيزيك، الى عقلتو هادي شنو سميناها زيد 1 زيد 12 شنو سميناها؟ سميناها لا فونكسيون دو ترونسفير انفيرس، وزيد 21 سميناها لا فونكسيون دو ترونسفير ديريكت. عرفتين هنا في هاد الجو كنخرجو بحال بحال لان الكوادريبول ريسيبروك. تخي بيان، الوغ دابا نمشيو نقلبو على زيد 12. زيد 12 فيزيكمون قلنا شنو هي؟ زيد 12 لامبيدونس ماشي لا فونكسيون ترونسفير، كتسمى لامبيدونس بلا كتسمى لا فونكسيون ترونسفير، لامبيدونس دو ترونسفير انفيرس.
Donc je répète, Z11, l'impédance d'entrée. Z12, l'impédance de sortie. Je répète, Z11, la charge de faire, la charge générale, la NS. Z11, l'impédance d'entrée. Z22, l'impédance de sortie. Z12, l'impédance de transfert inverse. Z21, l'impédance de transfert direct. Je vais d'abord, on va regarder Z12. Z12, il y a l'impédance de transfert inverse. Z12, il y a V1 à I2. Il y a V1 à I2. Mais les racines I1 égale à 0. Il y a V1 à I2. Mais les racines I1 égale à 0. On va mettre le circuit. On dit le schéma équivalent. Circuit au début qu'on dit le cas. On T. I1 égale à 0. هاي مشات باي باي دونك مشات هادشي كامل بقى ديما ندير بيه هنا بيان سور كاين زيد 1 هنا كاين زيد 2 هنا كاين زيد 3 هنا بيان سور داخل اي 2 دونك اي 2 راه هو اللي غيكون عاوتاني هنايا علاش حيت اي 1 قال 0 هنا بيان سور عندي اصلا في 1 هنا واخا نكتب مع المطبق ديما ندير في 1 هنا ولا متفقين هنا في 1 غنحتاجها شوف 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 غنحتاجها دونك عندي ما ندير بهاش من دونك هنا سي هنا غتبقى عندي في 1 هنا غتبقى عندي في 1 وهنا عندي في 2 ياك الو اش كتلاحظ معايا هنا نورمالمون هنا شحال كتساوي شوف معايا شوف الشكل كي غنقاد دوك شر دابا نورمالمون هنايا شحال كيساوي الطونسيون هذا كيساوي زيد 1 فوق اي 1 يعني كيساوي 0 يعني هنا بحال عندك ولا عندك خيط يعني هادشي كامل تقدر تعوضه بخيط هذاك فيل علاش لانه هنا كان عندك هنا اصلا في الاول كان عندك هنا اش كان عندك هنا كان عندك زيد ان ياك وكان عندك هنا اي ان دا اي ان ايكال زيرو بمعنى اخر طونسيون اللي غتكون هنا لا طونسيون اللي غتكون هنا هي زيرو فولت طونسيون زيرو فولت يعني هنا عندي فيل عفوا عندي هنا خيط عفوا بمعنى اخر بحال ولات عندي هنا هاد في ان اللي كانت هنا ولات هنا شفتها ولا لا في ان كانت علاش حيت هاد البوتونسيال هو هاد البوتونسيال وهاد البوتونسيال وهاد البوتونسيال يعني في ان ولات او بور ندير زيد 3 بمعنى اخر شنو هي دابا زيد 3 شنو هي في ان بمعنى اخر شنو هي في ان الوضع شنو هي في ان في ان هي اي 2 في زيد 3 الوغ دابا شنو هي زيد 3 هي في ان على اي 2 وشنو هي في 1 على اي 2 هي زيد 12 دونك زيد 12 هي زيد 3 دونك زيد 12 هي زيد 3 كنخدمها بالشيما ايكيفالون لا انتربريتاسيون فيزيك واش كنا لقينا قبيله نيس كنا لقينا بالكالكول بان زيد 12 هي زيد 3 وحتى زيد 21 هي خرجت لي زيد 3 غير خاصني نجبدها دونك شنو هي دابا شنو هي زيد 12 لا ماتريس de transfert direct. Z21, la matrice de transfert inverse. Z21. Z21, qu'est-ce que c'est la matrice, c'est la matrice, l'impédance. Z21, l'impédance de transfert inverse. Vraiment, je suis à faire ça. Ça, c'est pas une très raïs. Vraiment, ça fait raïs. Donc, par définition générale, quand on a gagné à Goubida, le gagné à V2 et I1. هي في 2 على اي 1 ملي غتكون اي 2 ايكال 0 خاصني نلقى هي زيد 3 زيد 3 لقينا قولها بالكالكول دونك قبل كوادريبول كان هو هذا دونك هنا عندي زيد 1 هنا عندي زيد 2 هنا عندي زيد 3 هنا عندي في 1 هنا عندي في 2 هنا عندي اي 1 هنا عندي اي 2 وهنا عندي اي 1 بلس اي 2 دابا اي 2 ايكال 0 يعني هادشي بحال ما كاينش بمعنى اخر لا طونسيون اللي كاينه هنا شنو هي فهاد لا طونسيون فهاد الحاله اللي غتكون هنا شنو هي لا طونسيون اللي كاينه هنا شنو هي نورمال هي زيد 2 فوا اي 2 يعني هي زيد 2 فوا 0 حيت اي 2 ايكال 0 يعني هنا عندي 0 فولت
يعني ولات عندي هنا 0 فول، بمعنى اخر ما بقاش عندي هنا زد ولا عندي خيط ولا عندي ان فيل ولا عندي هنا فيل. بمعنى اخر هاد لو بوتونسيال وهاد لو بوتونسيال وهاد لو بوتونسيال وهاد لو بوتونسيال. بمعنى اخر في دو اللي كانت هنا راه ولات هنا صافي. افيك اي دو راه ايكال ا زيرو، افيك اي دو راه ايكال ا زيرو، يعني اي دو بمعنى اخر اي ان اي ان غتدخل هنا فقط حيت اي دو ايكال ا زيرو. الوغ دابا في هاد الحاله شنو هي في دو؟ في دو هي زد 3 فوا اي ان. الوغ دابا شنو هي زد 3؟ هي في دو على اي ان. وشنو هي في دو على في دو على اي ان؟ هي زد 21 صافي. دونك زد 21 لقيناها هي زد 3، دونك زد 21 لقيناها هي زد 3. دونك لي ميم بارامتر اللي لقيناهم بالكالكول لقيناهم بالانتربريتاسيون فيزيك. هادو هما لي بارامتر. دونك وهادو ما يبقاوش يتغيروا. دونك الى عطاك كوادري بول اون تي زد 11 هي زد 1 بلوس زد 3، زد 22 هي زد 2 بلوس زد 3. ولكن خاص تكون خاص ما خاص باش نقول لك في قولك ممكن تبقى عاقله ما بقاش تحسب كاع. زد 21 هي زد 12 هي زد 3، ولكن خاص تكون هنا تكون زد 1، وخاص في هاد البلاصه تكون زد 2، وخاص في هاد البلاصه تكون زد 3. عاد عندي الحق نكتب هادشي ديريكتومون حيت يقدر يجي هنا في اديس مالك زيد جوج وغت دونك هادشي مابقاش صالح فاهمين. يعني خاص فيما تبان لك زيد ان تعوضها بزيد زيد دو. يقدر هادي يسمى لك هو زيد 3، يقدر هادي يسمى لك هو زيد 2، يقدر هو يخدم بار غادي يسمى ار وغادي يسمى ار وغادي يسمى ار، يقدر هادي يسمى ار او غادي يسمى ار بي ويسمى ار سي. بمعنى اخر انت هادشي انت كنعقلو عليه. الا انا بقيت الا مثلا ما بغيتش نضرب تماره كنبقى عاقل على نيشان، الا قال لي جبد زيد 11 ما كيتغيروش صافي كوادري بول اون تي كيف ما بغى يعطي لك هذا هو الشكل العام ديالو. ولكن لانه اشكال وانه يقدر يغير لك هذا وتلف هو راه واخا يغيرهم لينا باغ اكزومبل غيرهم لي ما نتلفش انا عاقل عليهم. تبان لي انا ار ا ار ا فيما بانت لي زيد ا غنعوضها بار ا، عطاني ار بي فيما بانت لي زيد ا غنعوضها ار بي ونوض ناي سينو كنضربو كنديرو الكالكول. عطاني اللي بغى يعطيني غنجبد هادشي بالكالكول، اما غنجبدو بلا ميثود اناليتيك يعني بالكالكول اولا بلا انتربريتاسيون فيزيك ونوض ناي عطيني اللي بغى بلا ما نحفظ انا هادشي. بمعنى اخر كاينين 3 ميثود، اما تقرا على هاد لي فورمول، اما تخدم بالكالكول يعني بليزيكواسيون، اما تخدم بالانتربريتاسيون فيزيك يعني بلي سيركو الكتريك. الو نختمو على الكوادري بو شحال طوال هادو. زيد 11 هنايا شنو سميناها لامبيدونس دونتري صافي نيشان عقلوا على هاد التسميه نتوما. زيد 22 لامبيدونس دو سورتي، زيد 12 لامبيدونس دو ترونسفير ديريكت قول لك شكون سمع لا فونكسيون ترونسفير، زيد 21 لامبيدونس دو ترونسفير انفيرس. وسالينا مع الكوادري بول اون تي وباقي دابا الكوادري بول اون بي نفس العمليه تا هو. تا هو خاصك تلقى لي زيد، تلقى لي زيد 1، تلقى لي زيد 11 وزيد 12 وزيد 21 وزيد 22، تلقى لي بلا ميثود دو كالكول وتلقى لي في السيركوي الكتريك موافقين. وملي غتسالي هذا هذا غتجي لا ماتريس اد ادميتون نفس العمليه تا هي خصك تلقى لها ايكغيك 11 وايكغيك 12 وايكغيك 21. راه شوف البي دي اف فيه 16 باج. ملي غتكمل مع لا ماتريس امبيدونس غتجي لا ماتريس ايبريد، لا ماتريس ايبريد، لا ماتريس ايبريد يعني مخلطين يعني فيها اس على سمينا ايبريد ماهوش ايبريد، ايبريد هي مخلط. يعني هنا خلطنا جمعنا لامبيدونس جمعنا لامبيدونس مع لادميتونس. وملي غتسالي من الماتريس ايبريد عاد غتجي لا ماتريس دو ترونسفير ولا ماتريس شين. فريمون درس طويل دونك غنحبس هنا متفقين. مره اخرى ان شاء الله ونخدم نخدم لامبي نخدم الكوادري بول اون بي. حنا وقفنا هنايا وقفنا في ليكزامبل دو كوادري بول اون بي. بالنسبه للكوادري بول اون بي ممكن تخدموه نتوما كوم اكزيرسيس. دونك جاريت 13 دقيقه.